شكرا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ازيك شباب؟ هنحل مع بعض النهارده مسائل من كتاب التقويم على نظرية ذات الحدين. تعالوا نشوف كده يا ولاد. اول مسائل معانا، حل المسائل الاتية. ثانيا، واللي اكتب مفكوك هو عايز هنا في المسألة يثبت ان 6 توفيق 1 زائد 6 توفيق 2 لحد 6 توفيق 6، لاحظ ان هم ظهروا معانا هم، يساوي 63. بس ده هيطلع امتى يا ولاد؟ لو احنا عوضنا عن الالف 1 والب بايه؟ بنص. واحد، ومكان كل ب هتقابلني بنص، المقدار هيكون 1 زائد 1 أس 6، اللي هو هيديني 6 توفيق 0. ها، هات الأولانية، لأن أنا عوض مكان الألف 1 والب بإيه؟ بنص. 1 هنا أس 6 بـ1، وده بـ1، فيطلع 6 أس 6 توفيق 0، زائد اللي بعدها 1 أس تبقى بـ1، وهنا تبقى بـ1، لأن هو طالب منك كده وعايز النواتج دي. فالنواتج دي كلها هتبقى 6 توفيق 2 و6 توفيق 3، هتظهر معانا بقى وانت ماشي لحد 6 توفيق 4، 6 توفيق 5، 6 توفيق 6. فهو كان قال لك هات لي لحد 6 مجموع توفيق 6 في التمرين. طب نجيبها ازاي دي يا استاذ؟ احنا جبنا 1 × 1 بـ2، 2 أس 6 هتبقى بـ64، وعندنا 6 توفيق 0 دي بـ1، زائد المقدار المطلوب بتاعنا، ده المقدار اللي هو عايزه، فيقول 64 ناقص 1 بـ63، يبقى 63 بيساوي المقدار المطلوب، المقدار المطلوب بيساوي 63. يبقى دي الفكرة بتاعت المسألة، إن إحنا هنفك عادي خالص. وبعد كده هو طلب مني أجيب 6 توفيق 1 و6 توفيق 2 لحد 6 توفيق 6. الناتج ده هيظهر إمتى يا أستاذ؟ هيظهر في حالة لو أنا عوضت مكان الألف بـ1 والب في نص، فدي تختفي، دي تبقى بـ1 ودي تبقى بـ1، دي تبقى بـ1 ودي تبقى بـ1. فبوضع اقول له بوضع الالف بـ1 والب بنص، ناتج المقدار هيساوي 63، لان 6 توفيق 0 هي هتفضل معايا، لان هو مش عايزها وعايز من اول 6 توفيق 1. فهمنا؟ طيب السؤال اللي بعديه رقم 2، بيقول لي اذا كان نص س اس 10، شايفين كده يا شباب؟ نص س اهي، نص س اس 10 ناقص 10 × 3 × نص س أس 9، كل أس 9، زائد 45 × 3 أس 2، نص س أس 9 ناقص 120 × 3 أس 3، نص س كل أس 7، زائد نقط 3 أس 10 بيساوي 1024. أوجد قيمة س الحقيقية. لاحظ إن المقدار اللي معانا ده عبارة عن مفكوك مقدار، هو عبارة عن بتاخد طبعا الرقم الأولاني ده تحت الـ10، والرقم الأخير الأس بتاعه 10، وتحط بينهم الإشارة هنا فيه تذبذب، يبقى سالبة. يعني المقدار عبارة عن مفكوك نص س ناقص 3 أس 10 بتساوي 1024. ده مفكوك المقدار ده. طب نعمل ايه يا ولاد بعد كده؟ هنا أس 10، يعني هاخد جذر التربيع اللي هنا، بس هاخد موجب او سالب. موجب او سالب الجذر العاشر لـ1024 اللي هو اديك ايه؟ باتنين. فاكرين الكلام ده يا ولاد؟ او تقول له هنا ان 2 أس 10، طالما الأس هنا زوجي يبقى في موجب او سالب. يعني انت وصلت ان نص س ناقص 3 بيساوي موجب أو سالب 2، يعني تقول له إما إن نص س ناقص 3 بـ2 أو نص س ناقص 3 بتساوي سالب 2، يعني نص س هتساوي 5، يعني س هتساوي 10، وهنا نص س هتساوي 1، يعني س هتساوي إيه؟ 2. يبقى أنت جبت حلين لقيمة إيه؟ س. قيم س الحقيقية تبقى 10 و2. فهمتوا؟ دي كانت رقم 2. السؤال اللي بعده رقم 3، أوجد مجموعة المعاملات في مفكوك 4 س ناقص 3 ص وكل أس 25. مجموعة المعاملات ديت يا ولاد، أو مجموع المعاملات، بنجمع لما نعوض مكان السين بـ1 والصاد بإيه؟ بـ1. فلما نعوض عن السين بـ1 والصاد بـ1 هيبقى 1 أس 25 بيساوي 1. يبقى مجموع المعاملات بيساوي إيه؟ 1. مجموع المعاملات هنا هيساوي إيه؟ 1. هنوضع مكان السين بـ1 والصاد بإيه؟ بـ1. المسألة رقم 3 اهي، مجموع المعاملات تبقى 4 ناقص 3 أس 25، يعني 1 أس 25 يديك إيه؟ يديك 1. طيب السؤال اللي بعده رقم 4،
نقول إذا كان 1 زائد 20 سين زائد 190 سين تربيع زائد 1140 سين تكعيب زائد نقط زائد سين أس 20، كل ده بيساوي سين أس 18 زائد 18 سين أس 17 زائد 153 سين أس 16 زائد نقط لحد 1، فوجد قيمة سين. طيب نحاول نركز كده في المقدار ده يا ولاد، 1 زائد 20 سين ده زائد 190 سين. لاحظ ان الحد الاولاني 1 والحد الاخير سين اس 20، يعني ده 1 اس 20 ودي سين اس 20، يعني ده عبارة عن مفكوك 1 زائد، لان الاشارة موجبة بس مش بتتذبذب، فاهمين؟ يعني 1 زائد سين الكل اس 20، يبقى انت هتساوي ده بمين؟ بواحد زائد سين الكل اس ايه 20، اللي هو مفكوك اللي فوق. معنى الكلام يا ولاد ان انت هتستنتج ان هنا سين اس 18 زائد 18 سين اس 17. لاحظ الاس بينزل كل شويه واحد لحد ما يوصل واحد، ده برضو عباره عن مفكوك سين زائد الواحد الكل اس ايه اس 18. يبقى انت وصلت ان 1 زائد سين اس 20 بيساوي 1 زائد سين اس 18. تعالوا كده نعملها معادله. يبقى احنا وصلنا يا استاذ ان 1 زائد سين اس 20 تساوي 1 زائد سين اس ايه 18، خلاص. يعني الاول عباره عن مفكوك ده وده عباره عن مفكوك ده. طب هنعمل ايه بعد كده يا ولاد؟ هنحاول نعملها معادلة صفرية، يعني ناخد عامل مشترك يعني ونحلل، يعني نودي الصغير الناحية التانية تقول له 1 زائد سين كل 20 ناقص 1 زائد سين كل 18 بيساوي 0. هناخد 1 زائد سين كل 18 عامل مشترك، يبقى 1 زائد سين كل 2 ناقص 1 بيساوي 0، اما ان الاول بصفر او التاني بصفر، لان ده حاصل ضرب دالتين بصفر يا ولاد. فالاولاني لما اساويه بصفر اللي هو 1 زائد سين اس 18 اساويه بصفر، يعني السين هتطلع بايه؟ بسالب 1، لان ناخد الجذر ال 18 هتبقى 1 زائد سين بصفر، يعني السين تطلع بسالب 1، ماشي. وهنا اقول له 1 زائد سين، خد بالك ده اس زوجي يا ولاد، يعني ما تيجي تاخد الجذر هيبقى فيه موجب او سالب 1، ماشي، ما تاخدش واحد بس، هيبقى 1 زائد سين بتساوي 1 او 1 زائد سين بتساوي سالب 1، أو 1 زائد سين بسالب 1. هنعدي الواحد نطرحه يبقى السين بصفر، أو إن السين هتساوي سالب 2، يبقى أنت عندك قيمة السين بصفر أو السين بإيه؟ بسالب 2، خلاص. تعالى نشوف المسألة رقم 5، بيقول لي إذا كان 1 زائد ج س ن بيساوي 1، المفكوك يعني المقدار ده 1 زائد 1 ألف 1 س زائد 1000 2 توافق 1، لأن هي هتبقى نون توافق 0، يعني الألف 1 دي اللي هو معامل السين يعني هنا ده يا ولاد هيبقى عبارة عن نون توافق إيه؟ 1، تمام؟ نون توافق إيه؟ 1. هو عايز قيمة نون وجيم، وقال لك هنا في جيم موجودة أهي اللي كنا بناخد الأولاني، طبعا 1 موجود عندي، بتاخد مين؟ الرقم اللي عندك زي ما هو 1 وتقول له نون توافيق 1 في التاني اللي هو جيم سين أس إيه؟ أس اللي تحت، تمام؟ زائد نون توافيق 2 في التاني أس اللي تحت اللي هو 2، وهكذا نون توافيق 3 في جيم سين أس 3. فأنت لو قارنت هتلاقي 1 هو الأول، وهنا نون توافيق 1 اللي هي ألف 1، يعني نون توافيق 1 في جيم سين، خد بالك هتعوض عن السين بواحد لان انت بتشتغل بمعاملات، يبقى نون توافيق 1 في جيم دي هتساوي الالف 1 اللي هو قال لك عليها ب10، يبقى نون توافيق 1 في جيم هتساوي ايه؟ هتساوي 10، ماشي. دي استفدنا بيها من المساله. طيب نون توافيق 1 بكام يا استاذ؟ نون توافيق 1 بنون، يبقى نون في جيم بتساوي كام؟ تساوي 10، يبقى انت وصلت النون في جيم ب10. تعال بقى نكمل كده مع بعض. عندك هنا بيقول لك ان الالف 3 بيساوي 2 الف 2، ماشي. يعني المعامل لما يقول لي الف 3 معنى الكلام ايه يا استاذ؟ الف 3 دي بيساوي 2 الف 2، يعني معنى الكلام يا شباب ان معامل الحد الرابع، لان الف 3 بتبقى معامل الحد اللي بعديه، ده 1 2 3 4 اهو، اللي هو معامل الحد الرابع بيساوي ضعف معامل الحد الثالث. تعالوا نترجم الكلام ده، معامل الحد الرابع اللي هو ايه بقى؟ 1 2 3 4 اللي هو ده، اللي هو نون توافيق 3 جيم أس 3، لأن السين بواحد، يبقى نون توافيق 3 جيم أس 3 بيساوي ضعف معامل الحد التالت، 1 2 3 أهو، ده معامل الحد التالت اللي هو نون توافيق 2 جيم تربيع، نون توافيق 2 جيم إيه؟
قيمة البيع. تقدر تعمل بقى هنا نسبة وتختصر، يعني تختصر الجيم تكعيب مع الجيم تربيع بقى جيم، وتقسم هتقول ان الجيم كده على اتنين اهي، وتقسم نون توفيق تلاتة على نون توفيق ايه اتنين، يبقى جيم في نون توفيق تلاتة على نون توفيق اتنين، قسمت ده على ده، سبت الاتنين زي ما هي وقسمت ده على ده، فجيم تكعيب على جيم تربيع بجيم. خلاص، ليه بنعمل كده؟ عشان نعمل قانون النسبة بقى ونبسطها. خلاص، يبقى انت ممكن تقول نون ناقص تلاتة زائد واحد على تلاتة في جيم بيساوي اتنين، يعني نون ناقص اتنين على تلاتة جيم بيساوي اتنين. فك المقدار وخد بالك، انت عندك نون في جيم بعشرة هتفيدك في التعويض هنا، يعني ما تفك دي، التلاتة تضرب في اتنين تبقى بست، والجيم تتضرب في البسط تبقى ستة، تبقى جيم نون، لما نضرب جيم في نون اهي، جيم في نون ناقص اتنين ايه جيم، عندك الجيم نون بعشرة، عوض عنها بقى هنا، تبقى عشرة ناقص اتنين جيم بتساوي ستة، يعني النون الجيم هتبقى باتنين، يعني اتنين في اتنين باربعة، اربعة عشرة ناقص اربعة بستة، فيبقى الجيم بتساوي اتنين، جبت الجيم باتنين، تعالى جيب النون بقى، يبقى اتنين في خمسة بيديك عشرة، يعني النون هتبقى بكام؟ بخمسة. فهمنا المسألة يا ولاد ازاي تتحل؟ تعالوا نشوف الصفحة اللي بعدها، المسألة رقم ستة، يقول أوجد معامل رقم ستة فين؟ أوجد في أبسط صورة مفكوك س زائد ص بكل أس سبعة، ومنه استنتج قيمة ألف واتنين أس سبعة مقربا الناتج إلى ثلاثة أرقام عشرية. يعني إحنا نفك س زائد ص بكل أس سبعة يا ولاد بالقاعدة بتاعتنا، بنقول الأول أس سبعة وبعدين سبعة توفيق واحد في ص في س أس ستة وهكذا، هنشتغل كده في الكراسة ونعملها. بتساوي هنفكها، اقول له س اس سبعة زائد سبعة توافيق واحد التاني اللي هو ص اس اللي تحت في الاول اس الفرق اللي هو ستة وهكذا يا ولاد، زائد سبعة توافيق اتنين ص اس اتنين س اس خمسة زائد سبعة توافيق تلاتة ص اس تلاتة س اس اربعة زائد سبعة توافيق العدد الدور بقى أربعة، هناخد ص أس أربعة س أس تلاتة زائد سبعة توافيق خمسة ص أس خمسة في س أس اتنين زائد سبعة توافيق ستة ص أس ستة س زائد ص أس سبعة. طب هو عايز ايه في المسألة؟ عايز يوجد في أبسط صورة المقدار ونستنتج قيمة ألف واتنين. طب نعمل ايه ألف واتنين دي؟ يعني هنخلي ديت مثلا بواحد، دي ايه مش ألف واتنين، دي واحد واتنين من مية يا ولاد، يعني هخلي مثلا السين بواحد والصاد باتنين من مية، أقول له بوضع سين بتساوي واحد وصاد بتساوي اتنين من مية، تمام كده يا ولاد؟ طيب تعالوا كده نعوض مكان السين بواحد والصاد باتنين من مية كده في المسألة. واحد اهو، يعني اي سين هتقابلني بواحد، فالسين كلها ايه طبعا كان اعتبرها مش موجودة لان هي بواحد، واحد في اي عدد بعدد نفس العدد، يعني اللي هنا ايه دي بواحد ودي بواحد ودي بواحد، لان احنا نخلي السين بواحد ودي هتبقى ايه اتنين من مية، ماشي، فدي تبقى بواحد. اي سين هتتلغى عندك خالص، هتتصفى في المسألة، هيتبقى لك من الاول واحد اس سبعة اللي هي بواحد، صفي بقى مسألتك وطلع النواتج، بقت واحد اهي، واللي بعدها سبعة توفيق واحد في صاد اهي، سبعة توفيق واحد في صاد اللي هي قلت عليها اتنين من مية زائد سبعة توفيق اتنين صاد اتنين اللي هي اتنين من مية تربيع زائد سبعة توفيق تلاتة في اتنين من مية أس تلاتة وهكذا، هتلاقي ماشية معاك بقى كل شوية كده، سبعة توفيق أربعة وسبعة توفيق خمسة وسبعة توفيق ستة لحد ما تجيب الناتج بتاعك الأخير خالص اللي هو سبعة توافيق آخر حاجة عندك خالص اهيت، آخر حاجة خالص هتعوض بقى، وتوقف بقى الفيديو، توقف الفيديو كده يا ولاد ونعملها مع بعض بعد ما نكتب هنا اتنين من مية. بص ايه، بص آخر حاجة عندنا يا ولاد خالص اللي هي السبعة، اللي بنعمل سبعة توافيق ايه سبعة لحد آخر حاجة اللي هي ايه السبعة، يبقى دي سبعة أس سبعة، ماشي، ونجد النواتج بقى بالآلة الحاسبة كده مع بعض ونقربها، أربعة واحد أربعة تسعة، يعني 149 من 1000، ماشي، دي كانت رقم 6. تعالوا نشوف رقم 7،
بيقول لي اوجد الحد العاشر من النهاية من مفكوك 2 على س زائد ص كل أس 12. الحد العاشر من النهاية يا ولاد هو الحد العاشر من بداية المفكوك لما يتقلب، لما نعكسه يعني. فانت هتبدل المفكوك بتاعك، بس ده اللي انت هعمله. رقم 7 ما يقول لك هات الحد العاشر من النهاية تبدل، فيبقى ص زائد 2 على س كل أس ايه 12. فنجيب الحد العاشر اهو 10، نستخدم بقى القانون العام يا ولاد اللي هو 12 توافيق. هنا طبعا بتاخد من دي 1 تبقى 9، في التاني اللي هو أس اللي تحت اللي هو 2 أس س، 2 على س يعني أس اللي تحت اللي هو 9، في ص أس الفرق اللي هو 3، ويطلع الحد العاشر. هنحسب 12 توافيق 9 بالآلة الحاسبة، نكتب كده 12 توافيق اهي 9، هيطلع بناتج 220. ماشي، 220 اهو، في 2 أس 9، 2 أس 9 يطلع 512، وهنا س أس 9 في ص أس 3. هنضرب 220 في 512 يطلع الناتج عدد كبير يا ولاد، 112640. يبقى 112640 ص تكعيب س أس إيه أس 9. تمام، دي كانت بتساوي 1، يعني 4 على 3 تروح مع 3 على 4 تختصر يعني. فيتبقى 9 على 4 س تربيع بيساوي 1، يعني 9 بتساوي 4 س تربيع. هنوصل إن 9 بتساوي 4 س تربيع نقسم على 4، يبقى س تربيع بتساوي 9 على 4، يعني س بتساوي موجب أو سالب جذر 9 على 4، يعني س بتساوي موجب أو سالب 3 على إيه؟ على 2. فهمنا؟ يبقى احنا دلوقتي جاوبنا قيمة ايه؟ س للسؤال رقم كام؟ 8. تعالوا نشوف السؤال رقم 9، بيقول لي اوجد معامل س أس 8. معامل س أس 8 في مفكوك 2 س زائد 1 على س كل أس 10 ناقص 2 على س ناقص س كل أس 12. المفكوك ده مفكوك المقدار ده الأول، لأنه عايز معامل س أس 8 مفكوك المقدار كله، فنمسك واحدة واحدة ونحلها. تمام؟ تعالوا نجيب أول واحدة كده، نقول له في المفكوك 2 س زائد 1 على س كل أس 10. هنفكها ازاي يا ولاد؟ هنشتغل بالقانون اللي هو ح ر زائد 1 بيساوي 10 توفيق ر، في التاني اللي هو 1 على س أس اللي تحت اللي هو ر، في الأول اللي هو 2 س أس الفرق اللي هو 10 ناقص ر. ماشي كده؟ يبقى دي ح ر زائد 1. احنا عايزين نجيب ايه بقى؟ عايزين نجيب س أس 8. لاحظ ان س أس 8 هنا تساوي س أس 10 ناقص 2 ر، لانه عايز معامل ايه؟ س أس 8 في مفكوك المقدار. طب دي عملناها ازاي يا استاذ؟ احنا عندنا 2 س أس 10 ناقص ر، لو فكينا المسألة دي تبقى 10 توفيق ر في 1 1 أس ر ليها ب1 يعني، وهنا س أس سالب ر، هتفك المسألة. تعالى كده نفكها، يعني 10 توفيق ر في س أس سالب ر في 2 أس 10 ناقص ر في س أس 10 ناقص ر، يعني 10 توفيق ر س أس سالب ر هتتضاف مع دي، تبقى هنا 10 ناقص 2 ايه ر، اهي 10 ناقص 2 ر، وهنا 2 أس 10 ناقص ر. فهو عايز معامل الحد التاني. تعالوا نجيب عشان نجيب معامل الحد التاني يا ولاد، هنعمل ايه؟ هنجيب الاول س أس 8 بوضع س أس 8، لانه عايز معامل س أس 8. ماشي، س أس 8 هنجيبها ازاي؟ طبعا هنخلي الأس ده بنساويه ب8 عشان كل ده عشان نجيب قيمة ر يعني. خلاص، أقول له إذا س أس 8 بتساوي س أس 10 ناقص 2 ر، يعني أقول له إذا إن 10 ناقص 2 ر دي ب8، يعني الر تبقى ب1 لأن 10 ناقص 2 ب8، فالر تبقى بكام؟ جبنا الر ب1 يا ولاد، يعني ده هيبقى الحد التاني. يبقى الحد التاني، يبقى إحنا بنشتغل على معامل الحد التاني. أقول له إذا معامل الحد التالي، لأن معوض عن ر هنا بواحد، واحد واحد اتنين، فتبقى الحد ايه التاني. المعامل بتاعه طبعا ماليش دعوة بايه، بالسين، باخد 10 توفيق ر، وهنا 2 أس 10 ناقص ر، ر هنا بكام؟ واحد، نعوض بقى. يبقى انت جبت، طالما هو بنشتغل على معامل السين أس 8، بتقوم عامل القاعدة بتاعتك عادي، وتقول سين أس 8 بتساوي سين أس 10 ناقص 2 ر،
وبعدين تساوي الأس بالأس وتطلع منها قيمة راء. بعد ما طلعنا قيمة راء لقينا إن الحد ده هو اسمه الحد التاني، يبقى إحنا بنشتغل مع معامل الحد التاني. طب معامل الحد التاني محتاجين نجيبه إزاي؟ بنلغي بقى السين ده خالص، لأن ده معامل للسين، فيبقى 10 توافيق الراء عندي بكام؟ بواحد. يعني 10 توافيق واحد في 2 أس 10 ناقص 1 اللي هي 9. خلاص هنحسب الناتج على الآلة، 10 توافيق واحد، وهنا 2 أس 9. 10 نكتبها مرة واحدة كده، 10 في 2 أس 9، لأن 10 توافيق واحد ده 10 أولاد. ماشي، نعملها مرة واحدة، 10 في أهي 2 أس 9، ونشوف الآلة هتطلعها بكام. ب 512، وهنا في 10 يبقى 512 في 10 تبقى 5120. ده معامل الحد إن هو التاني. يبقى احنا جبنا الأول المفكوك الأولي ده، جبنا معامل سين أس 8 طلع اللي هو معامل مين؟ معامل الحد التاني. فهمنا؟ يبقى الحد التاني اللي عندنا. تعالى المفكوك ده بقى نشتغل فيه برضو، ونجيب معامل سين أس 8، يعني هنجيب القانون برضو ونشتغل بيه اللي هو حق راء زائد واحد، هنشتغل بيه عادي يا ولاد هنا، ونطلع منها بقى نساوي سين أس 8 بسين أس الرقم اللي عندي، ونطلع قيمة راء، ونشوف الحد إن هو الموجود ونجيب معامله. فهمتوا؟ يبقى معامل سين أس 8 عبارة عن معامل كذا ومعامل كذا. الحد اللي هنا اللي احنا طلعناه اللي هو 5200 و 5120 اللي هي معامل الحد التاني، هنطرح منه معامل الحد اللي هيطلع من هنا. طيب تعالوا نحلها كده يا ولاد، هنقول هنا في مفكوك، اشتغل بقى المفكوك ده اللي هو 2 على س ناقص س كل أس 12. طيب هنعمل ايه يا استاذ؟ اقول له قانون ح ر زائد واحد بتساوي ن توافيق ر. النون عندي كانت ب 12 يا استاذ، اهي في التانية، لكن الأولانية كانت كام؟ كانت ب10، فاهمين؟ يبقى هنا 12 توفيق الراء ننقص من دي واحد يا ولاد، اهي في التاني اللي هو سالب س، نقلها بالإشارة، أس راء في الأول اللي هو 2 على س، أس الفرق اللي هو 12 ناقص ايه؟ ناقص راء. طيب احنا عايزين نجيب معامل س أس 8 يا ولاد، يعني برضه هنعمل نفس الطريقة اللي عملناها فوق. نحللها فوق ازاي؟ هنعمل بنفس الطريقة، أقول له إذا س أس 8 بتساوي س أس كذا اللي هي طلعت أهي، أقول له إذا، طبعا دي هتصفيها الأول عشان تطلع معاك مظبوطة، ماشي؟ لأن فيه أسس، فتبقى هنا سالب راء سالب واحد أس راء في س أس راء في 2 أس 12 ناقص راء في س أس سالب 12 زائد راء، لأن دي بتطلع فوق بتغير إشارة الأس. تعالى بقى نجمع السين مع السين كده، فيبقى 12 توفيق راء في سالب واحد أس راء، وهنا س أس سالب 12 زائد 2 راء. ماشي كده يا ولاد، سالب 12 زائد 2 راء. خلاص، ولسه عندنا حاجة، لسه الاتنين اهيت، لأن دي هتبقى معامل بقى لما نيجي نشتغل عليه بعد كده. خلاص، فهنقول له نوت بما أن س أس 8 بتساوي س أس سالب 12 زائد 2 راء، إذا السالب 12 زائد 2 راء بتساوي 8. نود ال 12 الناحية التانية تبقى 20 على 2 فعل 10، فتبقى الره ب10. يعني إحنا بنشتغل على معامل مين يا ولاد؟ يبقى الحد 11، فاهمين؟ يبقى إحنا بنشتغل إيه؟ على الحد 11، نجيب معامل بقى الحد إيه؟ ال 11. معامل طبعا الره طلع بإيه؟ ب10، يبقى قول لي هنا الح، نكمل هنا ح 11 بيساوي، هنعوض بقى يا ولاد، انت عندك 12 توافيق راء اهيت، وهنا سالب واحد اس راء في 12 اس ايه في 2 اس 12 راء، يعني هتعوض مكان ايه الره ب10، تبقى 12 توافيق 10، والاس الزوجي هيشيل السالب، وهنا 2 اس 12 ناقص 10 ب2، يعني 2 اس 2 اللي هي ب4. فهمتوا؟ فيبقى الحد ال 11 زي ما احنا قلنا 12 توافيق كام؟ توافيق 10 اهو، في سالب واحد افتكروا معايا كده، سالب واحد اس 10، والتانية كانت كام؟ 2 اس ايه 10 من 12 ب2، يعني 2 اس 2 اللي هي ب4 يعني يا ولاد. يبقى الناتج 4 في 12 توفيق 10، لان دي زوجة هياكل اشارة. نجيب بالآلة الحاسبة بقى نشوف 12 توفيق 4 بكام. 12 توفيق اللي هو شيفت على زرار الاسم دوت يا ولاد، شيفت على ده بنعمل اللي هو التوفيق يعني، ماشي؟ اهو بيعمل حرف السي كده اللي هو التوافيق. يبقى 12 توافيق 4 بيساوي 495.
هنقوم ضربينها في 4، يعني قولها بيساوي 4 × 495، نضرب في 4 يطلع لنا الناتج 210. يا ولاد 12 توفيق ايه 10، ماشي، واحنا بنكتب بس الرقم مش واضح معايا، قلنا تاني كده 12 توفيق 10، 12 توفيق شيفت سي كده، دي 10 يا ولاد اهي، تطلع ب 66، يعني عدد كبير جدا اصلا. يبقى هنا دي 66، 4 × 66 نقول له في 4 يديني ناتج 264، ده ايه معامل حد ال11. فبالتالي معامل السين اس 8 اللي هو عايزها هيساوي بقى الفرق بينهم الناتج الاولاني اللي احنا طلعناه اللي هو كان بكام، كان ب 5120 ناقص التاني اللي هو طلعناه ورا اللي هو كان 264. يعني اقول له بيساوي 5120 ناقص 264، 10 ناقص 4 ب6، 11 ناقص 6 ب5، و10 ناقص 2 ب8، وننزل ايه ال4. فهمنا؟ دي كانت المسألة بتاعتنا رقم ايه 9. هنحل بعدها رقم 10، بيقول لي اذا كان مجموع رقم 10 يا شباب، شايفين رقم 10، اذا كان مجموع الحدود الثلاثة الاول الحدود الثلاثة الاول والاوسط والاخير في مفكوك 1 زائد س في مفكوك س ناقص 1 وكل اس 6 بيساوي 190، اوجد قيمة س. تعالوا كده نحلها يا ولاد. الحدود الثلاثة الأول والأوسط والأخير في مفكوك المقدار ده. طيب المقدار بتاعنا اللي هو س ناقص 1 أس 6 مفكوكه بيبقى إزاي؟ لما كنا بنفك يا ولاد بناخد الحد الأول زي ما هو كده ونقول له نون اللي هي الستة يعني توفيق 1، لأن هنا 6 توفيق 0 يبقى هنا 6 توفيق 1، التاني أس اللي تحت. تمام؟ لاحظ إن هنا الإشارة كانت إيه؟ كانت سالبة، فأنت ممكن تقول موجب سالب موجب سالب وكده عشان ما تحطش الإشارة جوه قوس، يعني طالما في تذبذب يعني عندك، فتعمل دي سالب كده 6 توفيق 1، التاني أس اللي تحت في الأول أس الفرق اللي هو س أس 5 بس، ماشي. فده الحد إن هو هتقول له 6 توافيق 3 في التاني اللي هو سالب 1 أس اللي تحت في الأول أس الفرق اللي هو س أس إيه الفرق بينهم اللي هو 3، تمام، زائد سالب 1 أس 6 اللي هي 1، كل ده بكام؟ ب 190. يبقى انت عندك س أس 6، تعالى بقى نجيب 6 توافيق 3 اللي هي 6 الرقم اللي قبليها ونعملها بالآلة، 6 نكتب 6 توافيق 3، نعمل يا ولاد على الآلة اهي 6 توافيق 3 تطلع ب 20، يعني نشوف كده يطلع بكام، 20. تمام، طبعا انت بتجيب الستة لو عايز تعملها بإيدك، يعني 6 في اللي قبلها في اللي قبلها، هتقوم قايل 6 في اللي قبلها كام اللي هي 5 في الأربعة على 3 في 2 في 1 لو عايز تجيبها بإيدك يعني. فيبقى هنا 4 واتنين في 3 ب6 تروح مع 6، واربعة في 5 ب20، تمام، لكن بالآلة بتقوم جايبها على طول بيها، تمام. وتاخد بالك إن في هنا إشارة سالبة، تمام، ما تنساهاش، يعني سالب 1 أس سالب 3 دي بسالب، وهنا سالب 20 س أس 3، وال 190 تعدي تبقى سالب 189، لأن الواحد بالموجب فيضاف على 190 يبقى بالسالب، يعني تبقى المعادلة بتاعتك س أس 6 ناقص بقى يا ولاد 20 س أس 3 ناقص 189 بصفر. تعالى بقى هات برنامج الإيكويشن أو حلل، لو أنت عندك عددين، يعني عددين حاصل ضربهم 189 ونطرحهم يديني 20، لو أنت عارفهم تجيبها، لو إحنا ركزنا شوية أو لو تاخد بالك يعني ان 7 × 27 تديك العدد ايه 189. طيب نعملها بالآلة كده، ناخد مود ايكويشن اللي هو 5 وناخد المعادلة التربيعية اللي هي 3 وندخل معاملتنا اللي هي 1 وبعدين سالب 20 وبعدين سالب 189، هيديني الناتج بتاعنا 27، يعني السين هتبقى 27 او السين، طبعا خد بالك هنا سين تكعيب لان ديت سين اس 6 هتتفكك لسين اس 3 وسين اس 3، تمام، دي اكس الاولى واكس التانية اللي هي بايه بسالب 7. او تعال نحلل عشان ما نتلخبطش، يبقى هنا س اس 3 وهنا س اس 3 عددين حاصل ضربهم 189 ونطرحهم يدينا 20 اللي هم 27 في 7 اهو، الكبير هياخد اشارة اللي في النص والتاني هياخد العكس، يعني 27 هياخد اللي في النص سالب وده هياخد ايه موجب، فطلعت نفس النواتج يا ولاد، يعني س تكعيب ب 27 والس تكعيب بتساوي هتبقى هنا سالب 7، يعني السين هتبقى بتساوي جذر التكعيب لسالب 7
أو إن السين هتساوي جذر التكعب 27، يعني السين هتطلع بإيه؟ بتلاتة. فهمنا يا ولاد فكرة الحل؟ يبقى هو الحد الأولاني يعني سين أس 6، والحد الأوسط هيبقى الحد الرابع، لأن هما النون هنا كانت بستة، فلما يتفكوا هيبقى 7 حدود، فاللي يبقى في النص مين؟ هو الرابع، قبليه تلاتة وبعديه تلاتة، أو أنت بتزود واحد وتقسم على الأس الجديد، ماشي؟ يعني أنت لما تفكهم هيبقوا 7، زود واحد واقسم على الرقم، زود واحد واقسم على الاتنين يا ولاد عشان تجيب الحد الأوسط يعني. خلاص فهمنا التمرين كده يا شباب. طيب شوف المسألة اللي بعدها كده. خلاص احنا جبنا قيم السيد اللي هو عايزها، كانت رقم ايه؟ رقم 10. تعالوا نشوف رقم 11، بيقول لي في مفكوك س تربيع زائد 1 على س تربيع كل اس 2 ن، اثبت ان الحد الاوسط خاليا من س. يعني ايه يا اولاد نثبت ان هو خاليا من س؟ ما فيش فيه س يعني يا اولاد، يعني يطلع س اس صفر يعني، فهمنا؟ ما يبقاش فيه س موجوده. طب الحد الاوسط بنجيبه ازاي يا اولاد؟ الرتبه بتاعتنا هنا لاحظ الاثنين دول، الاثنين دول ده زوجي، الاس هنا زوجي يا اولاد، طالما زوجي يعني هنزود واحد ونقسم على اثنين، لان هي اصلا ما تيجي تتفك تتفك لايه؟ ل 2 ن زائد واحد، فتقوم ايه مزود عليها واحد وقسم على اثنين، فاهمين؟ هي لما تيجي تتفك هتقول لي ايه؟ 2 ن. تعالوا كده عشان افهم لكم الحته دي. في المساله اللي فاتت اللي احنا خدناها كانوا 6، فهم لما يتفكوا هيتفكوا لايه؟ ل 7 حدود، فاللي تجيب اللي في النص بتزود على ده واحد وتقسم على اثنين. يعني انت اصلا في المساله بتبقى عارف ان دي لما تيجي تتفك تتفك ايه المقدار ده؟ يتفك يعني 2 ن زائد ايه؟ عدد الحدود اللي يتفكوا 2 ن زائد واحد. ف2 ن زائد واحد هي كانت فردي، كانت 2 ن ده زوجي، لما يجي يزود لها واحد تبقى فردي، فالفرد مش هيتقسم على اثنين، ترجع تزود واحد بقى زي دي كده. دي كانت زوجي اهي، ما ينفعش تتفكك، ما ينفعش طبعا يعني ان انت تجيب الاوسط على طول، فلازم تجيب السبعه، لان لما يجي تفك هتفك 7 حدود عشان تجيب اللي في النص بتزود واحد وتقسم على اثنين. فلما يكون زوجي يا اولاد خلاص القول يعني عشان يبقى زوجي بتزود عليها اثنين وتقسم على اثنين، او تبقى فاهم كده ان انت 2 ن زائد واحد المقدار ده هيتفك ل 2 ن زائد واحد، ده المفكوك بتاعه، عشان تجيب الحد اللي في النص بتقوم مزود واحد كمان وقسم على اثنين، تمام؟ لان هيبقى عدد ايه؟ الناتج فردي، الفرد ما ينفعش يتقسم على اثنين، خلاص تقوم مزود واحد وقسم على اثنين يعني. فالمساله اللي معانا دي عشان نجيب الحد الاوسط هنقول له الحد الاوسط، احنا قلنا يا اولاد بنقوم جايبين 2 ن زائد واحد اللي هي عدد الحدود اصلا اتفكت دي، وهي عددها فردي، بتقوم مزود عليها واحد وقسم على ايه؟ على اثنين، فيبقى 2 ن زائد 2 على 2، يعني يبقى ن زائد ايه؟ زائد واحد. يبقى رتبة الحد الأوسط هي ن زائد واحد، يبقى ده رتبة مين؟ الترتيب يعني، رتبة الحد الأوسط، خدوا بالكم رتبة الحد الأوسط بنون زائد واحد. طب دي الرتبة يا أستاذ، يبقى إحنا عايزين نجيب إيه؟ عايزين نثبت إن الحد الأوسط ده أهو خالي من س، مفيش فيه س أصلا، فنقوم قايلين ح ن زائد واحد أهو، تعالى نحسبها، يساوي ن اللي عندنا اللي هي كان اسمها 2 ن يا ولاد، ماشي؟ ركزوا معايا أهي، توافيق دي بناخد منها واحد، بننقص منها واحد يعني. يبقى بنقوم كاتبين اللي هنا الأس اللي فوق، وتوافيق هنا الرقم ده بناخد منه واحد، وبعدين نقول له التاني اللي هو واحد على س تربيع ده أس اللي تحت في الأول أس الفرق، احفظها كده، التاني أس اللي تحت في الأول أس الفرق أهو. خلاص فك بقى مسألتك، يعني 2 ن توافيق ن. في المسألة رقم كام يا ولاد؟ مسألة رقم 11، ماشي؟ أهي هنا دي لو انت ركزت هتلاحظ ان دي هتختصر مع دي اصلا، يعني ده يختصر مع ده، فالسين طبعا مش هتبقى ايه؟ مش هتبقى موجودة يعني، لانه عايز يثبت ان هو حد خالي من س، بس ده اللي هو عايزه منك. فتبقى س اس سالب 2 ن، او تطير دي مع دي على طول، طبعا انتوا فاهمين الكلام ده اهو، ده يروح مع ده بصفر، فالسين مش موجودة يعني، تبقى 1 في 2 ن توافيق ن، يعني الناتج هيطلع 2 ن توافيق ايه؟ ن، اذا المقدار حد خالي من ن يعني. دي كانت المسألة 11. تعال شوف المسألة رقم 12، إذا كان 1 زائد س أس ن، 1 زائد س كل أس ن بيساوي 1 زائد ط في س زائد م في س تربيع زائد ر في س تكعيب زائد ل س أس 4 زائد نقط، اثبت أن ط على ط زائد م زائد ر على ر زائد ل بيساوي 2 م على م زائد ر. طب دي نثبتها إزاي؟ دي خلاص عملناها رقم إيه؟ 12 بقى يا شباب، إحنا بنشتغل فيها رقم 12. عايزين نثبت ان الايمن ده بيساوي الايسر، تعال نعوض بس مكان الط والميم والر واللام. خد بالك ان الط دي كانت هنا اللي هي نون توفيق 1، ماشي؟ دي اللي في البسط، المقام القرار التاني يبقى نون توفيق 1 اللي هي الط،
زائد الميم هنا اللي هي نون توفيق 2، زائد ر، تعد كده 0 1 2 3، يبقى ديت نون توفيق 3 ماشي، وهنا ر تبقى نون توفيق 3 برضو. اللام هنا 0 1 2 3 4، يعني ده الحد الرابع يعني، يبقى نون توفيق ايه 4 ماشي، نون توفيق 4 ده الطرف ايه اليمين. تعالوا كده نبسطه، لو قسمنا يعني يا ولاد، او هنا نون في قاعدة للجمع احنا خدناها، نون توفيق 1 زائد نون توفيق 2، بناخد الدليل الكبير نزود له 1 وناخد الرقم اللي تحت، ناخد العلامة ده يعني نزود له 1 وناخد التانية. فاكرين قاعدة الجمع؟ ها افكركم بيها كده، سيب البص زي ما هو كده، نون توفيق 1 هنا تحت نون اهيت، طبعا بتاخد الكبيرة تقوم مزود على دي 1 كده اهو، واخد الايه الدليل التاني. دي قاعدة جمع ايه التوفيق، لما يكون العلم زي العلم وهما متتاليين، يبقى انت بتاخد الكبير ده وتزود على ده 1 ماشي. يلا اللي بعده كده، زائد نون توفيق 3، هنا برضو يا استاذ نون توفيق 3 زائد نون توفيق 4، هناخد الكبيرة دي نزود لها 1 توفيق ايه الاربعة، ناخد الكبيرة ونزود للأس 1 فوق، او العلم نزود للعلم، ده مش أس يا ولاد ده العلم ماشي، عشان ما تلخبطش، ركزوا معايا كده. يبقى احنا هنا في الجمع واحنا بنجمع خدنا النون، خدنا ده الكبير لان ده التالي ليه، فبتاخد الكبير ده زود على ده 1 اهو. طيب طلعت معاك نون توفيق 1 على نون زائد 1 توفيق 2، وهنا نون توفيق 3 على نون زائد 1 توفيق ايه 4. طيب دي نعملها ازاي يا ولاد؟ هي بكام؟ بنون، وهنا نون زائد 1 توفيق 2، هتقول له مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت، مضروب اللي فوق ناقص اللي تحت. ركز معايا، نون توفيق 1 بنون اهي، وهنا نون زائد 1 توفيق 2، هنقول له مضروب اللي فوق على مضروب اللي تحت، مضروب اللي فوق ناقص المضروب اللي تحت، نون زائد 1 ناقص 2 تبقى نون ناقص 1، زائد هنا نون توفيق 3 على نون زائد 1 توفيق 4، هنا مضروب اللي فوق يعني تقول نون توفيق 3. طبعا ممكن نعملها بالقاعدة بتاعة التباديل، يعني نقول نون لام 3 على مضروب 3، وهنا نقول نون زائد 1 مضروب تباديل 4 على مضروب 4 تمام. نصفيها كده، هنا نون مضروب الاتنين يطلع باتنين فوق مقام المقام بسط ماشي، وهنا مضروب ناقص 1 على مضروب النون زائد 1، زائد نون لام 3 يعني النون في اللي قبلها، عدد في اللي قبله في اللي قبله، على مضروب التلاتة اللي هي 3 في 2 في 1 اللي هي ب6، وهنا نون زائد 1 أربع مرات يعني نون زائد 1 في اللي قبلها اللي هي نون في اللي قبلها في اللي قبلها، كل ده مقسوم على ايه؟ على مضروب الأربعة اللي هي 4 في 3 في 2، 4 في 3 ب12، 12 في 2 ب24 ماشي يا ولاد. تعالوا نعمل دي 2 نون اهيت. طبعا في قاعدة يا ولاد دي مباشرة، لما يعني تقول نون توفيق 1 على نون زائد 1 توفيق 2، الناتج بتاعها بيكون 2 على نون زائد 1، لأن هنا هنا القاعدة زايدة عنها بواحد وهنا زايدة عنها بواحد، فطالما تكون ده زايد عن ده بواحد في مسألة النسبة يعني، بتقوم واخد قاسم النون اللي عندك، قاسم الرقم ده على ده، 2 على ايه نون زائد 1، دي قاعدة في الحل طالما تلاقي فيه تتالي مباشرة. احنا نثبتها اهو، اقول لكم على الملاحظة دي بعد ما نخلص الإثبات يعني عشان تبقوا فاهمين أكتر ماشي. فانت عندك 2 نون اهيت، وهنا هتخرج بقى الكبيرة اللي هي نون زائد 1، وتخرج كمان واحدة نون، فيتبقى لك ايه نون ناقص 1، تروح مع مين؟ نون ناقص 1، وكمان النون اللي فوق دي راحت مع مين؟ مع النون اللي تحت تمام. دي كانت على 6، هنقلب الكسر التاني اسمها تبقى ضرب، ونشقلب الكسر التاني تبقى 24 تطلع فوق ولا ينزل تحت هنا. يعني اختصر يعني يا ولاد، نون ناقص 2 مع نون ناقص 2
ن ناقص واحد مع ن ناقص واحد و ن مع النون، بيتبقى لك دي في المقام اهي، نون زائد واحد، واربعة وعشرين على ستة فاضل اربعة، يعني يتفضلك من هنا اتنين على نون زائد واحد، زائد هيتبقى لك هنا اربعة وعشرين على الستة فيها ايه فيها الاربعة، يبقى اربعة على نون زائد واحد، هنجمعهم يعني المقامات متجانسة، فيطلع لك ستة على نون زائد واحد، ده الناتج النهائي. تمام، القاعدة بقى السهلة بتاعتها تبقى عارفها كده، ما تيجي تحل تلاقي قانون النسبة، يعني هتلاقي هنا نون واللي بعدها نون زائد واحد، وهنا واحد بقت اتنين، تعمل ايه؟ تقوم قاسم اتنين على نون زائد واحد. حل اخر هو سريع عشان تبقى فاهم في الامتحان، تقوم قاسم ده على ده، دي ملاحظات بقى من كتر الحل تبقى عارفها. ودي نون توفيق تلاتة على نون زائد واحد توفيق اربعة، تقسم اربعة على نون زائد واحد، فبالتالي يطلع نفس الناتج ستة على نون زائد واحد. يبقى انت كده دلوقتي عملت ايه كل ده؟ ده كنت بتثبت مين؟ بتثبت الطرف الايمن، بتوجد ناتج الطرف الايمن. طب هل الطرف الايسر هيطلع كده برضو ولا لا؟ تعالوا نثبت بقى الطرف الايسر. الطرف التاني كان بيقول لي اثبت، راحت فين المسألة اهي، اتنين ميم على ميم زائد راء، تعالوا نحلها هنا جنبها، احنا عندنا الميم كانت بكام يا استاذ؟ الميم اهي صفر واحد اتنين، يبقى هنا ديت نون توفيق اتنين يعني، وهنا ميم اللي هي نون توفيق اتنين زائد الراء صفر واحد اتنين تلاتة، صفر واحد اتنين تلاتة، يبقى ديت رقم اللي هو نون توفيق تلاتة، يبقى اتنين في نون توفيق اتنين، وهنا نون توفيق اتنين زائد نون توفيق ايه تلاتة، بس التانية ده جمع برضه يا ولاد، ماشي تعالوا نظبطها كده، اتنين نون توفيق اتنين، ده جمع يا أستاذ، طالما جمع يبقى أنا باخد الكبير أزود على الأس على العلم واحد، يبقى اتنين نون زائد واحد، وهنا توفيق ايه تلاتة، فبقت اهي نسبة زي المسألة احنا حملناها من شوية بالقاعدة على طول. يعني انت وصلت دلوقتي ان هي ياتي اتنين مضروبة في نون توفيق اتنين على نون زائد واحد توفيق تلاتة، لاحظ ان النون هنا زايدة واحدة والاتنين زايدة واحدة، يبقى احنا نعمل بالقاعدة بقى يا استاذ، نقوم قاسمين مين؟ قاسمين الرقم تحت ده تلاتة على نون زائد اتنين على زائد واحدة، شايفينها؟ طبق بقى بالقاعدة على طول، يبقى طالما هي نسبة والعلم زائد واحد والدليل زائد واحد، بتقوم قاسم الدليل اللي هنا على العلم اللي هنا، بتيجي على الدليل الكبير والعلم الكبير تقسمهم على بعض، يبقى تلاتة اهي على نون زائد ايه زائد واحد، وتقوم ضارب بقى تلاتة في اتنين بستة، يبقى ستة على نون زائد ايه واحد، طلعت في نفس الايه نفس الإثبات اللي احنا عملناه. وياريت تستفيدوا من القاعدة دي، مهمة جدا قاعدة النسبة اللي احنا عملناها، عشان لما تيجي تحل المسألة ما تلخبطش ويضيع منك وقت كتير. اهو انت لما تيجي تقسم دول على بعض، لقيت العلم زائد واحد ودليل زائد واحد، تقوم قاسم الدليل على العلم، وهنا برضو نفس الفكرة، ها الدليل العلم زائد واحد والدليل زائد واحد، تقوم قاسم مين؟ الدليل على العلم. دي هتوفر لك كتير في الخطوات، الحتة الصغيرة ده اهي هتوفر كتير في وقت الامتحان، وهتساعدك كويس كتير جدا انت تخلص مسألتك بسرعة. ماشي، دي كانت المسألة رقم كام؟ 12. لسه رقم 13 نحل مع بعض، اثبت ان النسبة بين مجموع الحدين الاوسطين. طب ده هنعمله يا ولاد ايه في مرة تانية ان شاء الله، هنشرح من اول 13 لحد رقم 20. ماشي، في مرة تانية، دي مسائل دليل تقوم يا ولاد، هنشرحها في فيديو تاني ان شاء الله. ماشي، هنكمل حالا فيديو تاني ونرفعه بعد ده باذن الله. اتمنى تكونوا فهمتوا، وربنا يوفقكم دايما، تابعونا باستمرار، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.